نتحدث في حلقتنا اليوم عن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وكمثال استهداف المصانع الفلسطينية بعدما تعرضت شركة الجبريني لمنتجات الألبان والمواد الغذائية لقضية تشهير وابتزاز عبر المواقع الإلكترونية. كنا نتحدث عن أو نسمع عن ابتزاز لشخصيات، لصحفيين، لنساء، يعني خلينا نحكي مثلا وجوه سياسية معينة، لكن اليوم تطور الأمر وأصبح يستهدف المصانع والشركات الفلسطينية. لذلك اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام في الاستوديو. معنا العقيد لؤي رزقات، المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية. صباح الخير عقيد لؤي. صباح الخير ريم، صباح الخير للسادة المشاهدين. تحياتي وأهلا وسهلا فيك. وأيضا عبر الخط الهاتفي معنا الدكتور جهاد الجبريني، وهو المدير العام لشركة الجبريني لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير. صباح الخير أخت ريم، إليك وللمستمعين ولضيوفك الكرام. يا أهلا وسهلا فيك. وعبر سكايب نرحب بالمهندس حيدر حجة، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. أستاذ حيدر صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح الخير إليك وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين، صباح الخير لضيوفك الكرام. تحياتي لك. سأبدأ من عندك دكتور جهاد. بالبداية إذا ممكن تحكي لنا ما الذي تعرضتم له بالتحديد كشركة، حتى يوضح لنا فيما بعد العقيد لؤي ما المقصود بذلك. تفضل. طبعا بكرر تحياتي لجميع ضيوفك ومستمعينك، وشكرا لك لاهتمامكم مخترين على هذا الموضوع. حقيقة لعدم الإطالة أنا بحكي لك، يعني جميع بيعرف أنه بالآونة الأخيرة وفي يعني استخدام صار وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك بالأخص، يستخدم يعني لأغراض إيذاء أشخاص وشركات وتشهير وابتزاز. وبالفترة يعني بأكثر من سنة الشركة كانت تتعرض بشكل مستمر لهجمات من أشخاص، يعني وكنا نتوجه بالطرق يعني خلينا نحكي الودية إنهم يشيلوا أشياء غير صحيحة وغير دقيقة، لكن في آخر فترة حقيقة توصلت الأمور لدرجة إنه صار التشهير بشكل يعني علني، بمس مش فقط بمس شركة الجبريني لوحدها كونها شركة وطنية. كان يعني المجرم اللي تعرض لنا كان يعني يطعن بجودة المنتجات الفلسطينية وبجودة شركتنا طبعا لشركة الجبريني، وهذا يعني إذا بمسنا بمس كل الشركات الفلسطينية. إحنا بنفتخر ونعتز إنه موجودين تحت مظلة ورقابة وزاراتنا ومؤسساتنا الوطنية، وخاصة مؤسسة المواصفات والمقاييس وزارة الاقتصاد والصحة. فكان يعني لا يحق لهؤلاء الأشخاص بالتعرض، وكانت يعني بادية إنه من الممكن اليوم بكرة تكون لهيبة. فقررنا بحقيقة إنه نتوجه بشكوى رسمية للشرطة للمباحث العامة، مشكورين اللي قاموا بدورهم ووقت قصير إنه يصلوا للفاعل حقيقة. لكن أنا يعني هذا الحادثة أعتقد إنه تستاهل إنه الجميع يولي لها أهمية، وإيقاف هذه الظاهرة يعني الغير يعني غير دولك عادلة وتشهير وإساءة مش بس لشركات للمواطنين. فطبعا مشكورين إخواننا بجهاز الشرطة وكمان إخواننا برضو الجرائم الإلكترونية. اتوجهنا لإخواننا طبعا بالوزارات المعنية وكمان وصفات والمقاييس، وأخونا طبعا حيدر حجة، مهندس حيدر حجة. نعم. مشكورين ما قصروا، وإحنا يعني اليوم بكون يعني ممنونين ومشكورين لهم وللجميع فعلا يحكوا كلمتهم وكلمة حق بهذا الموضوع. تمام، ابقى معنا دكتور جهاد قليلا. أستاذ حيدر صباح الخير أهلا بك معنا. يعني أنتم في مؤسسة المواصفات والمقاييس واضح أنكم تابعتم أيضا ما حدث مع شركة الجبريني. اليوم نتحدث عن ابتزاز من نوع آخر، ابتزاز يستهدف المصانع، المنتج الوطني، الشركات المحلية. في ظل كل هذه التحديات التي تواجهها الشركات والمصانع الفلسطينية، كيف تقيمون دعني أقول قطاع الألبان في فلسطين من حيث الجودة والحصول على شهادة الآيزو وشهادة الجودة؟ يعني في البداية المؤسسة تقوم بمتابعة ليس فقط الحالة المذكورة، لكن
تقوم بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه مرات كثير بتم التعرض للمنتجات الفلسطينية بشكل عام من خلال يعني بث معلومات غير صحيحة وغير دقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبنقوم بالرد عليها بصورة أخرى حتى ما يتم عملية يعني تشويه من ناحية وتوجيه للمستهلك الفلسطيني أنه يذهب ويستخدم ويستهلك المنتجات غير الفلسطيني وبالذات منتجات الاحتلال. من جانب آخر إحنا كمؤسسة مثل ما هو معروف دورنا الأساسي وإصدار المواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية من ناحية، ومن ناحية أخرى منح شهادات الجودة والمطابقة الفلسطينية للمنتجات الفلسطينية بمختلف أشكالها وأنواعها سواء كانت غذائية أو صناعية. وإحنا بدنا نتكلم على قطاع الألبان، قطاع الألبان اليوم قطع شوط كبير جدا واستطاع الحصول على أكثر من بين 80 ل 85% دراسات بتحكي من تغطية لاحتياجات السوق، وبالتالي أصبح اليوم موجود على الرف الفلسطيني في مختلف المواقع والأماكن الفلسطينية المختلفة، واللي بتقوم مؤسسة المواصفات بمنح شهادات الجودة لهي المصانع وشهادات الحلال، واللي من خلالها بنضمن أنه المصنع وإنتاج المصنع بكون حسب المواصفات الفلسطينية وبكون مطابق للمتطلبات الفلسطينية بشكل كامل. وبالتالي عملية منح الشهادة عملية ليست مقتصرة على يعني يوم واحد ولا على عملية المنح نفسها، منح الشهادة لها متطلبات ومتطلبات ليست بالسهلة. المصنع اللي بيستطيع تحقيق المتطلبات سواء في وجود نظام إدارة جودة ووجود نظام سلام غذائي داخل المنشأة، بالإضافة أنه منتوج النهائي مفروض يحقق متطلبات المواصفة الفلسطينية. هاي قضية مهمة جدا، وأنا دائما بحكي أنه يعني مكاتب المؤسسة مفتوحة ويوجد للمؤسسة رقم مباشر يستطيع أي مواطن فلسطيني عنده أي ملاحظة على أي منتج معروض بالسوق سواء منتج فلسطيني أو غير فلسطيني التوجه للمؤسسة وتقديم ملاحظته حتى نستطيع متابعتها بشكل مهني وشكل صحيح واتخاذ الإجراء المناسب في حال وجود أي مخالفة موجودة بالسوق الفلسطيني. جيد، يعني هذه هي الطريقة السليمة للاحتجاج. أكيد عقيد لؤي، يسعد صباحك. يعني خلينا نحكي بداية، ما المقصود بتشهير والابتزاز الإلكتروني؟ لما بنحكي هذه قضية أو جريمة ابتزاز إلكتروني، ما المقصود فيها؟ الابتزاز يختلف عن التشهير. التشهير هو إساءة السمعة من خلال نشر بعض المواد التي تسيء لهذه الشركة أو هذا الشخص أو هذه الهيئة. عملية الابتزاز أنه أنا أحصل على معلومات معينة وببدأ وأبتز بضحيتي، أنه أن تدفع لي هذه الضحية مقابل عدم نشر هذه المعلومات، وقد تتطور هذه المطالب إلى ارتكاب جرائم أخرى كالسرقة والسقوط في وحل العمالة وغيرها من هذا الأمر. هذا المبتز طبعا دائما يسعى للحصول على معلومات تضر بضحيته. هناك المعلومات يحصل عليها إما بطريقة طوعية من خلال الكلام معسول، من خلال الحديث، من خلال الصداقة، من خلال الثقة، وهناك معلومات يستطيع الحصول عليها من خلال الهاكرز أو القرصنة للحسابات ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وبالتالي يستطيع أن يهدد ضحيته. ممكن الضحايا تستسلم وممكن الضحايا تواجه. ممكن التشهير يكون هدفه الابتزاز، يعني أنا بشهر عشان انت تتواصل معي وتسكتني، بس انا بدي مقابل مثلاً. بالضبط، وهذا مثل ما حدث مثلا مع الشركة. ما حدث مع الشركة بالفعل انه كان يعني احد الموظفين السابقين كان بحاجة للضغط على الشركة لاخذ الموضوع باتجاه معين، ولكن في اللحظة الاولى التي وصلت الشكوى لدى إدارة دائرة الجريمة الإلكترونية، وهي من الدوائر المهمة والتي تعمل على ملاحقة هذه الجريمة، يعني خلال ايام قليلة بجهد كبير ومضاعف تم الوصول إلى مرتكب هذه الجريمة، وخاصة أنه كان الابتزاز على أو التشهير على موضوع التيك توك يعني، وهذا صحيح. ليس بالأمر السهل أن تصل إلى هذا الشخص. حقيقة ريم والإخوة المشاهدين، أنه اليوم جريمة العصر هي الجريمة الإلكترونية. عندما نسجل في العام الواحد 3700 أو 3600 قضية أو جريمة إلكترونية، هذا في 2023 ولا في هذا العام منذ بداية العام وحتى اليوم عندنا 2104
جرائم أو شكاوى سجلت لدى دائرة الجريمة الإلكترونية حول الابتزاز. هذا لسه ما خلصش العام يعني خلصش. احنا بنحكي لشهر 9 نعم. لكن استهداف الشركات، كل التحية لضيوفك، كل التحية للإخوة في هيئة المقاييس، استهداف الشركات الوطنية اللي اليوم هي بتنافس على المستوى المحلي والإقليمي وأحيانا على المستوى الدولي إذا يعني منتجاتهم رائعة، وهذه عندما نضرب هذه المؤسسات بالتأكيد أو هذه الشركات نحن ندعم منتج الاحتلال، لذلك يجب أن نحافظ. عندك خلاف مع الشركة كنا بنختلف في البيت الواحد بنختلف، لكن في هناك من هو مسؤول عن هذه الشركة، في هناك من يراقب على هذه الشركات، يجب أن أتوجه إليه وأتقدم بشكاوي. لذلك الأمر كمان بالعودة إلى الرقم المرتفع ريم بحاجة إلى أمرين. الأمر الأول الثقافة والحماية. الحماية بيكون من خلال متابعة هذه الجرائم، وأنا بدي أوجه رسالة للإخوة في النيابة والقضاء اللي محترمهم أن يتشددوا أن نجد دائماً قانون التشدد. إحنا عندنا قرار بقانون بما يخص الجرائم الإلكترونية، ولكن نحن بحاجة إلى قانون التشدد المشدد. وهو الأحكام اللي يجب أن تكون رادعة بحق كل من يرتكب الجريمة، سواء بحق المواطن أو الشركات أو المؤسسات. قبل أشهر في بيت لحم يعني كادت أن يصل الأمر إلى حرب أهلية نتيجة لقيام بعض الأشخاص المبتزين بتأسيس صفحة وقام بالنزول في أعراض الناس وأعراض التربية والتعليم، لم يبقي أحد ولم يستلم منه أحد. والآن عندما تم إحضاره بتمنى أن يكون في تشدد. إذن أصبح هناك استهداف للمؤسسات والشركات الفلسطينية والمصانع. يعني دكتور جهاد قبل أن نختم معك، أنتم حاصلون على شهادة الجودة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، برأيك لماذا يستهدف المنتج المحلي وبماذا تطالبون لحماية المصانع والشركات الفلسطينية؟ حقيقة الموضوع ليس فقط ابتزاز، الموضوع بيكون إما تشهير أو استخدام يعني لأغراض الإساءة أو شيء للشركة. طبعا الشخص اللي كان المتهم صرح إنه استخدم هذه المعلومات من أشخاص آخرين للنشر عن طبعا. أتمنى إنه غير صحيحة، لكن كان هذا الذي يقلق أكثر مما إنه شخص يجي فقط ينشرها. النشر الشخص لم يقم بطلب فلوس منا أو ابتزاز، كانت موضوع تشهير وإساءة. الموضوع أكثر مما إنه يجي طالب بفلوس والحكي والموضوع هذا. أنا صرت أشوف إنه في حقيقة للتوضيح مش فقط ابتزاز مادي، وإنما هو عملية إساءة وانتقام أو لأغراض يعني أشياء أخرى. المهم بالموضوع حقيقة إنه إحنا مبسوطين إنه أظهرنا للجميع إنه بقدرة كما أخونا الأخ لؤي صرح إنه بخلال فترة وجيزة تم إلقاء القبض على الفاعل، إنه الجميع يكون عنده الوعي والإدراك ويتقدم لشكوى مباشرة، يتوجه زي ما توجهنا للمباحث العامة، وزي ما تفضل أخونا العقيد لؤي في عندهم اليوم دائرة في الجرائم الإلكترونية بمستوى عالي جدا ممكن تصل للفاعلين اللي بالفعل منشان الردع الآخرين وعدم التفكير دائما بالتعرض والاستمرار بالتعرض والإساءة للشركات. الخطر الكبير بهذا الموضوع إنه هذه أشخاص بتفكر إنه مش رايحين يصل إلها وبيسيئوا بشكل عام لجميع طبقات المجتمع ولجميع فئات المجتمع، إن كانت شركات زي ما تفضلونا الضيوف، إن كانت أشخاص، إن كان هذا الشيء حقيقة الموضوع يعني رأي عام يكون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشياء التي تفيد المجتمع وتفيد الأشخاص، وليس كما هو التيك توك. التيك توك يا إخوان اليوم المنع في دول كثير عديدة، صحيح، لأنه عملية استخدامه بالطرق الغير سليمة والإساءة صار له مضرات أكثر من منافعه. مزبوط. آخر غرامة له كانت في إيرلندا ب 345 مليون يورو لأن استخدامه بطريقة سيئة جدا بتم بالمجتمع وخطير، أصبح خطير بشكل خطر بشكل عام على المجتمع. بده يحكي لك العقيد يعني هذا الشيء المطلوب هو إنه التركيز على
رابع الناس اللي بتقوم بتفكر الإساءة. إذا غيره بدي يحكي لك العقيد لأي مداخلة على ما تحدثت به أستاذ جهاد. خليك أستاذ جهاد، كل الشكر أولا لشركة الجبريني اللي توجهت بشكل فوري للشرطة لتقديم الشكوى. أخت ريم والسادة المستمعين أو المشاهدين والضيوف كده كارم، هناك بعض الشركات التي تلجأ لتسوية الوضع مع الشخص المبتز أو اللي بيقوم بالتشهير بها، حفاظا هم يعتقدون على سمعتهم أو لأسباب لا نعرفها. ما بدهم الموضوع ينتشر. شركة الجبرين اللي كان لديها الجرأة الفورية دون أي تردد بالتوجه للشرطة، أنا بتمنى على كل الشركات أن تأخذوا حذو شركة الجبريني اللي لم تفاوض هذا المبتز ولم تفاوض هذا المشاهر اللي قام بالتشهير بهم، وإنما توجهوا للشرطة. للأسف هناك البعض يقوم بتسوية الوضع بعيدا عن القانون، بعيدا عن الشرطة، وهذا يساهم في ارتكاب جريمة أخرى من قبل هذا المبتز. صحيح، أنتم اخترتم اللجوء فورا إلى القانون أستاذ جهاد. طبعا وهذا الشيء بيشجعنا، وبدنا الجميع يقوم بنفس الدور زي ما بيحكي أخونا العقيد لؤي بهذا الشيء، من شان ردع الآخرين. إذا لم يتم ردع الآخرين بنشجعهم إنهم يقوموا ويتواصلوا ويبتزوا أكثر وأكثر للناس وللأشخاص، وهذا شيء مش صحيح. نعم، أنتم تطالبون إذن بحماية المصانع والشركات الفلسطينية، أن يكون هناك حماية لها من المؤسسات يعني في حال تعرضت لمثل هذه القضايا. حقيقة مشكورين مؤسسة المواصفات والمقاييس زي ما أخونا المهندس حذر حج الآن صرح إنه عندهم بيقوموا بمتابعة هذه الأمور بشكل مستمر للتعرض. الإشي المطلوب حقيقة إنه يتم بإعلان فوري ورسمي لعدم صحة كون إحنا كم نحكي في الحالة في شركة الجبريني بوضع شكل الجبريني خاضعين لرقابة زي ما تفضل أخونا حيدر، لرقابة ومراقبة مؤسسة المقاصد المقاييس بنفي الأخبار اللي تنشر بهذا الموضوع اللي بتطعم الجودة يعني بصحة كل هذه الأخبار التي تسيء بسمعة الشركة إن كانت بالسمعة أو من ناحية أيضا التجارية أمام المستهلك الفلسطيني. نعم، شكرا جزيلا لك سيد جهاد الجبريني المدير العام لشركة الجبريني لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. سنتواصل أيضا الآن مع الأستاذ عبدو إدريس رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية. لكن مهندس حيدر، يعني أعود لك مرة أخرى ونحن نتحدث عن الشركات الفلسطينية، أنت قلت أنكم تقومون بعمليات رقابة، ماذا تشمل هذه العمليات الرقابة على المصانع الفلسطينية؟ يعني بمعنى هل تكون فقط على المنتج النهائي أم تمر بكل مراحل الإنتاج؟ أنتم تراقبون على المنتج منذ بدايته وحتى نهايته أم في مراحل معينة؟ يعني عملية الرقابة بتتم على جميع مدخلات الإنتاج، جميع المواد الأولية، وعلى عمليات الإنتاج كافة داخل المنشأة، بالإضافة للرقابة على المنتج النهائي اللي بتم عرضه بالسوق الفلسطيني. فأي شركة فلسطينية حاصلة على شهادة مؤسسة المواصفات تخضع لجميع أعمال التحقق والرقابة والتدقيق على جميع العمليات اللي بتقوم فيها هاي المنشأة، سواء داخل المنشأة أو من خلال مدخلات ومخرجات المنشأة. ويوجد نظام إدارة جودة متكامل بتم تطبيقه داخل هاي المنشآت، وللمنشآت الغذائية بتم تطبيق كمان نظام السلامة الغذائية. وبالتالي عملية الرقابة والتحقق هي ليست فقط على المنتج النهائي، هاي جانب مهم لازم المستهلك الفلسطيني يعرفه. القضية الثانية مهمة جدا اللي لازم كمان المستهلك الفلسطيني يعرفها، إحنا في مؤسسة المواصفات وبالذات في مجال الأغذية متشددين بشكل كبير وأكثر من جميع الدول المحيطة في موضوع استخدام المواد الكيماوية في الأغذية، من مواد حافظة وملونة وغيرها من المضافات الكيماوية اللي بيتم استخدامها في الأغذية، واللي الهدف جزء من الهدف من هاي المواد هو إطالة العمر الزمني لهاي المنتجات، يعني إطالة مدة الصلاحية لهاي المنتجات. وبالتالي منتجاتنا الفلسطينية لها ميزة تختلف عن بقية المنتجات في موضوع تقنين بشكل كبير في استخدام المواد الحافظة والمواد الملونة في هاي المنتجات، وبالتالي هاي ميزة موجودة في منتجاتنا مش موجودة في منتجات أخرى. وبدي أضيف إذا بتسمحوا لي كمان قضية مهمة جدا، إحنا من خلال يعني متابعاتنا دائما بنلاحظ إنه في هنالك هجمة على المنتج الوطني عندما يكون هنالك تشديد في موضوع
رفض المنتجات بالذات ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وبكون دائما في هجمة لما نحقق نجاحات سواء في السوق الفلسطيني أو خارج السوق الفلسطيني، لأنه إحنا منتجنا الوطني اليوم موجود في أكثر من 80 سوق حول العالم، وبالتالي عندما يرى البعض أنه هنالك نجاحات مثل ما ذكرت سواء داخل السوق الفلسطيني أو خارج السوق الفلسطيني بتم الإساءة على للمنتج الوطني، ونشعر ذلك بحجم الشكاوي الكيدية اللي بتم تقديمها بحق المنتج الوطني في هاي الفترة. وبالتالي كمان مرة إحنا كمؤسسي، وأنا بدي كمان أحكي عن زملائنا سواء في حماية المستهلك، وزارة الاقتصاد أو وزارة الصحة، إحنا موجودين لمتابعة أي ملاحظة ممكن أي مواطن فلسطيني يقدمها، حتى لو ما كانتش مكتوبة ممكن يقدمها بالوسائل المختلفة، حتى على السوشيال ميديا ممكن يبعث أي مسج وأي رسالة، وإحنا مباشرة رح نتقبل هاي الملاحظات ويتم متابعتها بكل مهنية وباحتراف كامل ومتابعة المخالفين داخل السوق الفلسطيني. تمام. أعقد أيما رأيك بما سمعت يعني، وإذا بدنا نحكي عن هذه القضايا قديش منتشرة فلسطينيا يعني تحديدا استهداف المصانع، وفي حال حدثت مع أي مصنع مشابه أو أي شركة، وتحديدا واضح أنه في استهداف للمنتج الوطني، وزي ما حكى هون يعني بثني على كلام الأستاذ حيدر أنه إحنا لما بصير في عنا حملات مقاطعة للمنتج الإسرائيلي أو بيصير في عنا دعم للمنتج الوطني منلاقي هاي الصراحة الأمور. يعني قضايا الابتزاز كلها اللي سجلت لدينا هي 202 قضية منذ بداية العام، لكن كما تفضل الأستاذ حيدر هو حقيقة نحن نشاهد إذا كان في هناك دعوة للمقاطعة بالمنتج الاحتلال نجد أن هناك تقليل من جودة المنتج الفلسطيني على مستوى السوشيال ميديا. هناك بعض القضايا وإن كانت يعني ليس بالعدد الكبير لكنها موجودة، أن يتم استهدافه تشويهه، الحديث عن الجودة وضعفها وغيره، وهذا موجود عبر العديد من الصفحات. حقيقة وجدنا في بعض الأحيان أن هناك صفحات تدار من خارج الوطن في عملية تشويه المنتج الوطني أو يعني مهاجمة الشركات الوطنية، هذا لم تكن موجودة من داخل الوطن، ولكن بعض الصفحات وجدناها بأنها تدار من خارج الوطن، من أوروبا، من أمريكا، وأحيانا من الداخل الفلسطيني. هذا بشكل عائق لكم طبعا كشرطة. بالتأكيد يعني لأنه الجريمة الإلكترونية عابرة الحدود، وممكن أن يكون مرتكبها متخفي غير معروف، ممكن يستخدم يعني بعض الحسابات ثم يتم إغلاقها بشكل تام، وهذا يكون من المعيقات أمام الوصول إلى من يكون بالاستهداف. لكن المطلوب وطنيا أن ندعم هذا المنتج، أن نمنع مهاجمة الشركات. أيضا مطلوب من الشركات أن تتوجه بشكل فوري، وبأكد كمان مرة أخت ريم أنه تفاجأنا أنه البعض تعرض لعملية ابتزاز وعملية تشهير ولم يتوجه للشرطة ولم يقوم بتقديم شكوى، وبعض الأحيان تعرضت لسرقات هذه الشركات ولكن للأسف لم يتقدموا، ومن كشف هو الشرطة عندما أحضرت مرتكب هذه الجريمة واعترف بأنه قام بارتكابها. اليوم احنا بحاجة لثقافة، بحاجة لوعي، بحاجة لمتابعة هذه القضايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عندما قلت أنا أن 2104 قضايا أخت ريم، أنا متأكد أنه هذا العدد مضاعف. وعندكم قلت 202 قضية ابتزاز بالضبط. هل جميعها بتحلها الشرطة ولا في قضايا؟ بالتأكيد مش جميعها، يعني احنا لا نملك كل الأمور، يعني ما أنجز من 202 قضية 103 قضايا، يعني نصهم تقريبا، نص تقريبا. وهذا إنجاز لم يحقق على مستوى دول متقدمة. لكن عندما يقوم ضابط الشرطة اللي بيشتغل في دائرة الجريمة الإلكترونية بالعمل على مدار 17 ساعة لمتابعة قضية، نعم في ظل إمكانيات متواضعة اللي موجودة، واليوم ولكن أصلا التكنولوجيا بتطور سريع وكبير، يعني وهذا الذكاء الاصطناعي ومش الذكاء الاصطناعي، هاي الأمور صارت تدخل في التكنولوجيا، وبالتالي صارت لهم أصعب. بالضبط، وهذا بحاجة إلى تدريب، بحاجة إلى دورات طبعا، بحاجة إلى تعريف ضباط دائرة الجريمة الإلكترونية بكل هذه التكنولوجيا. لكن عندما نقول أنه في هناك إنجاز 103 قضايا، هذا تقدم كبير على مستوى العمل. لو عدنا قبل 10 سنوات تجدين أنه الإنجاز كان ضعيف جدا. اسمحوا لي أني أرحب بالأستاذ عبدو إدريس معنا عبر الخط الهاتفي، وهو رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في فلسطين. أستاذ عبدو صباح الخير وأهلا بك معنا.
صباح الخير لك وللاخوه والاخوات جميعا ولضيوفك، صباح الخير. تحياتي لك. طبعا معنا المهندس حيدر حجي مدير عام مؤسسه المواصفات والمقاييس، والعقيد دؤي الزقاط المتحدث باسم الشرطه، وكان معنا السيد جهاد الجبريني، ونتحدث عن قضايا الابتزاز وحمايه الشركات الفلسطينيه. استاذ عبده، بالبدايه دور الغرف التجاريه والصناعيه في حمايه الشركات والمصانع الفلسطينيه اذا سمحت. يعني تحياتي للجميع بداية. بما يتعلق في موضوع دورنا كممثلين للقطاع الخاص، الواجب الأول والأهم لنا أن نحافظ على القطاع الخاص ونفتح الأفاق للقطاع الخاص، ونعمل كل ما هو لديه له علاقة بموضوع التنمية وموضوع يعني الحفاظ على الانسياب الاقتصادي في الوطن بالعموم، وكل التفاصيل يعني اللي بتحاكي هذا يعني التوجه الموجود لدى اتحاد الغرف التجارية. ما يتعلق في موضوع اللي حكيته فيه وموضوع اليوم المطروح، يعني هذا الموضوع من أخطر المواضيع اللي هي موجودة فلسطينيا، واللي يعني بيعاني منها الاقتصاد الفلسطيني بالعموم، واللي بتعاني منها المنشآت الاقتصادية، وهي يعني مشكلة متكررة، ولكن يعني بحاجة لضبط بشكل أكبر. وإحنا دائما نقوم بالتواصل مع كل الجهات المختصة في حالة وجود أي مشكلة. حتى يعني كيف تعقب على ما حدث من ابتزاز واستهداف للشركات الفلسطينية كمثال الجبريني؟ أنا بدي أقول لك شغلة. أول شيء القانون هو سيد الموقف. دائما لما يكون القانون هو سيد الموقف، هو اللي بيفصل ما بين الناس وبيفصل ما بين يعني جميع الأطراف في كل منحنيات الحياة. بشكل عام لما يكون شيء له علاقة في اليوم اللي بنحكي فيه موضوع ابتزاز أو مواضيع أخرى لها علاقة بالشيء الواقع اليوم، بما يتعلق بموضوع الصناعة على سبيل المثال، أنا بدي أحكي لك القانون كيف بيكون. أول شيء ما بيطلع لي أنا اليوم أجي أقول إن الموضوع بيئيا كذا، في وزارة البيئة وهي جهة اختصاص وهي المسؤولة. إذا في أي ضرر بيئي للمجتمع، نحن مواطنين بالآخر، يعني أي تاجر أو أي رجل أعمال أو صاحب مصنع هو بتاجر في السلعة، بس هو مواطن في هاي البلد وبيستهلك باقي مئات السلع. عشان هيك اليوم احنا بنقول جهة الاختصاص هي المسؤولة، وزارة البيئة بتقول هذا المحل عنده تلوث، عنده أي شيء، بالآخر احنا جزء من العالم وهذا موجود في كل العالم، أو عنده أي شيء مضر للصحة أو احنا مع أخذ الإجراء القانوني فورا. ولكن الجهة اللي بتاخذ الإجراء القانوني هي الجهة المخولة بذلك وصاحبة الاختصاص، مثل وزارة البيئة، وزارة الصحة، الوزارات كلهم في مكان، وحماية المستهلك. أي حدا له أي إشكالية بالآخر في الدولة هي المسؤولة وجهة الاختصاص، ما بيطلع لأي إنسان يتهم الناس جزافا وبكل هذه التفاصيل. وإحنا عشان هيك بنقول اليوم المطلوب منا كلنا مع بعض أنه يكون القانون هو سيد الموقف في كل مجالات الحياة فلسطينيا، مش في هذه كمان، في كل مجالات الحياة. وهي المواضيع من المواضيع الخطيرة والمهمة اللي احنا بنعاني منها بشكل مستمر، انه احيانا حدا بده يبيع ارض لحد، حد بده شيء من حد، بيجي بيحاول يحكي في موضوع المنتج الوطني او بيحكي في موضوع الصناعة المعينة. احنا هذا الموضوع يجب فصله، ويجب ان يكون هناك الموقف هو له علاقة بجهة الاقتصاد. واضح في استهداف يعني من خلال ما سمعنا من الضيوف للمنتج الوطني للشركات الفلسطينية، للمصانع الفلسطينية. شو اكثر شيء تتعرض له هذه الشركات برايك استاذ عبده؟ يعني انا بدي احكي لك. تفضل. يعني بما يتعلق في موضوع الاستهداف، هلا المواضيع مركبه بالاخر، بس انا بحكي لك اليوم المواضيع اللي ما بيتخذ قرار فيها وبيتم يعني اخذ الاجراء المناسب وتدخل الدوله بشكل واضح لحمايه كل المكملات وكل الاطراف، بنوصل لعند هون بالاخر، او بصير الموضوع تراكمي، بيفتح الشهيه للعبيد، كل انسان عنده اشكاليه هون او هناك، او حدا ترك وظيفته او حدا ترك شغله او بده يختص، هذا الكلام لا يجوز. عشان هيك مطلوب اليوم من كل جهات الاختصاص كلهم في مكانه، كل واحد ياخذ اجراءه والدور اللي مطلوب منه، لانه انا بقول لك اليوم هاي المصانع بطلت ملك اصحابها اصلا، هي بتشغل مئات العائلات بشكل مباشر غير مباشر، مئات العائلات الاخرى. عشان هيك اليوم المطلوب انه يكون القانون سيد الموقف وهو الفيصل، وانه وزارات صاحبه الاختصاص كلهم في مكانه، كل واحد يقول اليوم اللي بدلوه بما يتعلق بموضوع التراخيص. الموضوع الاخر المهم اليوم حتى نكون واقعيين، وجود المناطق الصناعيه. هلا لو في عندنا مناطق صناعيه وهيك، ما بندخل في العديد من الاشكاليات اللي لها علاقه في الشكاوي الشيء الكيدي وغير الكيدي وكل التفاصيل هاي. عشان هيك اليوم احنا لازم يكون في عندنا مناطق صناعيه، ومناطق صناعيه خاصه بتحل العديد من المشاكل وبتحل عشرات الاشكاليات اللي لها علاقه في احيانا في بعض الاشياء اصحاب حق الناس بيقولوا فيها، وفي شيء مثل اصحاب حق
زي ما تفضلتوا موضوع الابتزاز وغير ذلك. عشان هيك اليوم احنا اللي بنشوفه انه ما في حل الا الدوله وسياده القانون، القانون هو اللي بيفصل بين الناس، ما بيطلع لاي حد ياخذ القانون بايده بالنهايه. صحيح، ابقى معنا قليلا استاذ عبده، وهنا برجع الاستاذ حيدر حجي، هل لك ان تخبرنا المعايير التي تمنحون من خلالها الشركات شهاده الجوده اذا سمحت، اللي هي شهاده الايزو؟ يعني احنا اليوم كمؤسسة مواصفات لدينا حوالي 5200 مواصف فلسطيني معتمدة، بتغطي معظم القطاعات الإنتاجية اللي بتم تداولها وإنتاجها والمنتجات اللي بتم تداولها داخل السوق الفلسطيني. ومثل ما ذكرت سابقا هي مواصفات متشددة، وبالذات لما نحكي على المواصفات اللي بترتبط ارتباط مباشر بصحة وسلامة المستهلك. بالإضافة أنه اليوم إحنا في عندنا 108 تعليم فني إلزامي، هاي ال 108 تعليم فني إلزامي حوالي 50% منها هي مرتبطة بشكل مباشر بالصناعات الغذائية وبالسلام الغذائي. وبالتالي كمنظومة موجودة اليوم في البلد هي منظومة متكاملة تستطيع الصناعة الفلسطينية التوجه للمؤسسة والحصول على هاي المواصفات والحصول على التعليمات الفنية الإلزامية وتطبيقها، حتى تضمن أنه مثل ما ذكر أخونا عبدو إدريس في البداية تطبيق القانون الفلسطيني ورفع من مستوى جودة هاي المنتجات حتى تستطيع المنافسة داخل السوق الفلسطيني وخارجه بسهولة. وأنا بدي أحكي يعني بقضية مهمة جدا، أنه اليوم شهادة مؤسسة المواصفات والمقاييس معترف فيها في كثير من الدول وتحترم في كثير من الدول اللي حتى ما في بينها وبينهم أي تفاهمات أو أي مذكرات رسمية موقعة ما بينها وبينهم. وبالتالي هاي كمان فرصة من خلالكم لنتوجه للمنتج الفلسطيني أنه يستخدم الخدمات اللي بتقدمها مؤسسة المواصفات من أجل رفع قدرته التنافسية، اللي هاي الخدمات فعلياً موجودة لخدمة الصناعة الفلسطينية بشكل أساسي ولخدمة الاقتصاد الفلسطيني. طيب عقيد له أي يعني واضح أنه في عبء على الشرطة في مواضيع قضايا الجرائم الإلكترونية، يعني أنتم كمؤسسة الشرطة مش كل قضايا الابتزاز بتم اللجوء لكم فيها، يعني إحنا بنشوف في قضايا بتم حلها بين الأشخاص أنفسهم، أخذ القانون باليد ما إلى ذلك، لكن الموضوع لما بوصل لشركات ومصانع فلسطينية هنا يجب أن يأخذ القانون مجراه. فخلينا نحكي عن عقوبة هذه القضايا بالقانون الفلسطيني، يعني إحنا شفنا بالخبر أنه تم سجنه، لكن ما بنعرف هل دائما قضايا الابتزاز بتكون عقوبتها السجن؟ اولا اسمحي لي اوجه تحيه لاخونا عبد الدريس واتقدم له بأحر التعازي بوفاه والده قبل ايام. يعني صراحه نحن نقدم التعازي له ايضا، وتعازينا الحاره لك اخي عبده، ورغم ذلك هو يمارس اعماله بشكل يومي والضغط عليه. اولا يعني حقيقه حتى نحمي الشركات وحتى نحمي المواطن يجب ان يكون هناك قانون قوي وقرارات قضائيه قويه، وبالتالي دعم الامن الذي ينفذ هذه القرارات يكون قوي، نحصل على مؤسسات قوية، اقتصاد مزدهر، وبالتالي حياة اقتصادية رائعة. نحن اليوم بحاجة بالفعل إلى إعادة النظر في معظم التشريعات المطبقة في فلسطين، لأنه عندما تقوم الشرطة بجهد كبير كما تفضلت وعبء كبير وبحث وتحري وإجراءات فنية وغيرها في القضايا الجرائم الإلكترونية ولا يوجد قانون رادع، أو إذا كان وجد هذا القانون ممكن أنه ما يتم اتخاذ عقوبات رادعة، وكل العقوبات هي بيد الإخوة في القضاء والنيابة. احنا بحاجة إلى قانون قوي، بحاجة إلى قرارات قوية، وبالتالي بحاجة إلى بالفعل رادع قوي. وعندنا مثال، وممكن أنه يكون يعني هذا المثال اللي هو قرار بقانون رقم 18 لعام 2015 الخاص بالمخدرات، اللي اليوم أصبحنا نسمع بقرارات قضائية حاسمة تجاه تجار المخدرات. نحن نأمل أن نسمع قرارات قضائية حاسمة
حاسمه بما يخص مرتكبي الجرائم الالكترونيه. تخيلي، ليس لما بدي اتحدث عن الشركات، تخيل عندما يقوم شخص بابتزاز فتاه في داخل اسره ممكن يؤدي الى انهيار هذه الاسره، الطلاق والتشريد، وقد نصل الى العقوبة. نعم يعني العقوبات حتى اللحظه هي يعني ما بدي اتحدث فيها بالتفصيل، لكن هي بيد القاضي. لكن نحن عاده يعني الاحكام القضائيه يعني تسمع يعني عنها لليوم، يعني صراحه لليوم بما يخص الجرائم الالكترونيه هي ضعيفه. ضعيف يعني تخيلي شاب يقوم بتفكيك اسره بسبب صوره او بسبب مكالمه فيديو، صحيح. وبعد شهر او شهرين يغادر السجن. هذا يعني بحاجه الى مراجعه، بحاجه الى قرارات حاسمه، وبحاجه الى قانون رادع حتى يجد القاضي أرضية قانونية يعتمد عليها في اتخاذ قراراته القضائية. نعم أستاذ عبده، يعني بماذا تطالبون كاتحاد؟ طبعا هو مسؤوليته حماية قطاع الشركات والتجار والمصانع الفلسطينية، بماذا تطالبون بشكل عام؟ يعني احنا زي ما تفضل الاخوان، الموضوع له علاقه في المجتمع، الموضوع مش علاقه له علاقه في القطاع الاقتصادي فقط لا غير، الموضوع هو مترابط، موضوع اجتماعي ومجتمعي متكامل يعني مترابط في كل مناحي الحياه. عشان هيك الموضوع الاقتصادي جزء من ذلك. فعشان هيك احنا اللي بنقول في اليوم كمان مره بناكد انه سلطه القانون وقوه القانون هو الحل، وجهات الاقتصاد ما بيطلع لاي انسان يجي يقول هذا الموضوع مضر للبيئه. المسؤول عن ذلك هي وزاره البيئه، ايش العلاقه بالصحه في وزاره الصحه. فالموضوع اليوم في يعني في كل المجالات اللي مطلوب منا ان نكون واضحين فيها وقويين فيها كحكومه وجهات اقتصاد، لانه في عقد المواطنه بالاخر، في حقوق وواجبات، زي ما بتعطى غيرتي هو بالواجب اللي عليه، واجب الحكومه وجهات الاقتصاد تحمي هاي المنشاه اللي بتقوم بالواجب اللي مطلوب الواجبات، لانه لها حقوق بالاخر، ومنها على الاقل انه تحمي استمراريتها وديمومتها. ما بيطلع لحد زي ما تفضلت وحد بهد اسره، في حد بهد مصنع، في انسان لما يطلع يشوه ويسيء لمنشاه اقتصاديه مشغله مئات العمال، هذا بهد صناعه في الوطن. عشان هيك اليوم عندنا المواصفات والمقاييس الفلسطينيه يكون حيدر، وكل الجهات هاي واجبها حمايه المنتج الوطني اولا وصحه الناس وفتح الافاق والاسواق وكل الشيء اللي له علاقه في الاقتصاد الوطني الفلسطيني. عشان هيك اليوم في حمايه المستهلك، في عده جهات لها علاقه وصاحبه اختصاص بكل ذلك. المطلوب اليوم انفاذ القانون، سهل القصه، ما بدها، وكل وزاره وكل مؤسسه تاخذ دورها المطلوب منها اللي والمساحه اللي بيعطيها القانون. انا اللي بدي احكي لك اياه، مهما كان القانون اللي بنحكي فيه او هو بوفر البيئه المناسبه قدر المستطاع. بدنا نحسن بالقوانين، طبعا بدنا قوانين افضل وتواكب العصر وهو ما هو موجود، لانه الدنيا تغيرت. اليوم اللي كانت الادوات تبعت زمان مش ادوات اليوم. فعشان هيك بما يتعوق في الموضوع الالكتروني بالذات والجرائم الالكترونيه، فعشان هيك المطلوب اليوم ان نكون واضحين بما يتعلق في مواضيع اللي لها علاقه بموضوع الاقتصاد وثبات الناس بالارض وحمايه المواطن الفلسطيني، ان كان كاسره او ان كان منشاه اقتصاديه او كل هاي التفاصيل اللي احنا بنحكي فيها. فمطلوب اليوم انفاذ القانون، وكل وزاره وكل مؤسسه في مكانها تطبق الاجراء المطلوب منها، والجهات المسؤوله اليوم لما يكون في مراقبه، كمان في مراقبه من الجهات المعنيه تراقب موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، ما بيطلع لاي حد يتعدى حقوق الناس ان كانت فرديه او ان كانت جماعيه او ان كانت لها علاقه بالمنشات الاقتصاديه. فمطلوب من الجهات المعنيه انها يعني يكون في رقابه ويكون في شيء له علاقه في الحفاظ على القطاع الخاص. كمان احنا كممثلين للقطاع الخاص اليوم مطلوب منا نحافظ على القطاع الخاص الفلسطيني، واي انسان عنده، احنا انا بحكي باسم كل فلسطيني باسم القطاع الخاص كامل، اي انسان عنده اي خطا له علاقه في شيء بيئي شيء هيك، وزارة ذات الاقتصاد تاخذ الاجراء القانوني. احنا ما بندافع عن الانسان اللي عنده خطا او اللي عنده تقصير، اللي عنده، كل واحد حسب جرمه بتحاسب عليه في كل زمان ومكان. وفي كل دول العالم في ناس مخالفين وفي ناس ملتزمين وفي ناس نص ملتزمين، ويعني في ناس بدهم ارشاد وفي ناس بدهم توجيه وفي ناس بدهم رقابه. فمطلوب من الدولة وجهات الاختصاص تأخذ إجراءها وما تترك لأي إنسان يأخذ القانون بإيده. نعم، بدي أنهي عندك مهندس حيدر، أنهي هذا اللقاء في دقيقتين إذا سمحت أستاذ حيدر. كيف تقيم قطاع الألبان؟ أتحدث عن قطاع الألبان تحديدا لأنه هو أكثر قطاع مستهدف من المنتجات الوطنية. يعني قطاع الألبان الفلسطيني اليوم موجود عندنا حوالي 9 شركات من الشركات الرائدة الكبيرة، وعندنا حوالي 20 مشغل يعمل في هذا القطاع.
طبعا مثل ما ذكرنا قطاع الألبان بغطي أكثر من 85% من احتياجات السوق. قطاع الألبان حاصل في جل الشركات على شهادات الجودة سواء الفلسطينية أو العالمية. قطاع الألبان اليوم التنافس ما بين الشركات تنافس عالي وهي لمصلحة المستهلك الفلسطيني هاي التنافس، وبالتالي يعني هاي دعوة للمستهلك الفلسطيني. إذا ما عجبكش الشركة الأولى ممكن في 8 شركات أخرى ممكن التوجه واستخدام وتناول منتجاتها. فهو قطاع من القطاعات الرائدة اللي مثل ما ذكرنا استطاع أنه يحصل على ثقة المستهلك بشكل كبير، وليس المستهلك الفلسطيني فقط بل المستهلك كمان خارج السوق الفلسطيني. وأنا من خلالكم كمان مرة بدعو المستهلك الفلسطيني لإعطاء الفرصة الصحيحة واللازمة لمنتجاتنا الوطنية بمجملها ويستخدمها ويعطيها الثقة ويجربها، وبعد هيك إذا من تجربته شاف إنه هنالك خلل في هذه المنتجات يتوجه للجهات الرقابية والجهات المعنية اللي إحنا رح نقوم بدورنا بشكل كامل لتصويب أي وضع غير لائق داخل السوق الفلسطيني. نعم، شكرا لك حقيقة، شكرا لكم جميعا ضيوفنا الكرام على هذه الحلقة. أكيد بدي أشكركم بالاستوديو العقيد لؤي الزقاط المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. بدي أشكر الدكتور جهاد الجبريني الذي كان معنا عبر الهاتف، المدير العام لشركة الجبريني. الشكر موصول لك مهندس حيدر حجة، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. وبالطبع أشكر الأستاذ عبدو إدريس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في فلسطين.